أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم، وتكرمنا بنور الفهم، وتوضح لنا ما أشكل حتى يفهم. إنك تعلم ولا نعلم، وأنت علام الغيوب. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من النار. وبعد، مشاهدي ومشاهدات قناة محمد السادس للقرآن الكريم، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقي من جديد على هذه المائدة الإيمانية الربانية القرآنية النورانية الرحمانية التي تسمى جولات الألباب في معاني الكتاب. وقبل أن نتجول مع صورة الواقعة، لا بد من الاستماع إلى قراءتها بأصوات بناتنا أكرمهن الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، ثلة من الأولين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق، وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، فجعلناهن أبكارا، عربا أترابا، لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين، وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم، وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك
مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين
المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بعد أن استمعنا إلى هذه الآيات البينات من سورة الواقعة التي ما تركت شيئا إلا بينته لكل مخاطب وسامع ومتأمل لكلام رب العالمين إلا بينته بيانا شافيا كافيا لا يحتاج معه إلى أي دليل، لأن سورة الواقعة تقيم الدليل بنفسها على من تأملها وتقول له هذا دليلي إليك فخذ به تربح. وكنا في الحصة السابقة توقفنا عند قول ربنا عز وجل في حق أصحاب الشمال وأوصافهم والجزاء الذي أورثوه بسبب ما ألفوه. قال عز وجل وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك قبل أن يصلوا إلى هذا المكان الذي كل من وصل إليه فهو شقي شقاوة لا شقاوة بعدها، فعندما يصير في السموم والحميم واليحموم الحرارة والظلمة والماء الساخن، الحميم هو الماء الذي وصل إلى غاية لا تستصاغ في الغليان وسقوا ماء حميما أي حارا، الحميم الماء الحار، واليحموم هو الظلمة لاشتداد سوادها، وهذا معلوم عند العرب حيث كانوا أصحاب طبخ على الأعواد كانوا أصحاب بنيات، والدخان الذي يصعد من المطبخ يلتصق بالسقف ويصير أسود فيقال له اليحموم لأنه شديد حالك سواد، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم يشركون بالله يقترفون كل الذنوب يكذبون بالبعث، ولأن الصور المكية هي خاصة بمعالجة ثلاثة أشياء التوحيد النبوءات البعث، صور المكية دورها دائما تعالج هذه القضايا، إما أن تتكلم على التوحيد ثم الرسالات ثم البعث، لأن القضية بين الخلق والخالق كانت تدور حول هذه الثلاثة، ولهذا يقول ولا إن سألتهم من خلقهم ليقولن الله لكنهم يشركون به، إذا قال لهم إني لكم نذير مبين يقولون له كيف اختارك الله من بيننا أبشر يهدوننا أبشر منا واحد نتبعه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم عظيم. تلك إذن كرة خاسرة عندما ذكروا بالبعث، قالوا إذا كنا أيضا من نخرة، قالوا تلك إذن كرة خاسرة، الله قال فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة،
هنا قالوا إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. قال لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم نعم. قال في سورة الصافات لما قالوا هذا القول في الصافات الله قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قل نعم وأنتم داخرون، نعم تبعثون رغما على أنفكم وأنتم داخرون أي صاغرون أدلة حقراء ضعفاء منقادون. الدخر الصغار والهوان، الدخر بالدال فقط ماشي بالذال، بالدال الهوان والصغار والحقارة. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، لأن هذا اليوم مؤقت علمه عند الله. من جملة الأشياء الخمسة التي لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة هي الأولى. لميقات يومين معلوم عند الله، مجهول عند خلق الله، معلوم. ثم خاطبهم مباشرة بالوصف والخطاب، ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الرشاد حيث اتخذتم طريق الضلالة مسلكا وديدنا لكم واستصغتموها واتبعتموها وصرتم كأنكم عبيد لها، فانظروا ماذا سيحل بكم جزاء هواكم الذي اتبعتموه أو جزاء أهوائكم التي اتبعتموها، فانظروا الجزاء. ذكر الجزاء أولا وجاء المجازاة تحت الجزاء، وسيذكر جزاء آخر للإهانة وللتوبيخ وللتحقير ولتصغير شأنهم حيث عتوا وتمردوا وتجبروا واستكبروا وقالوا من أجد منا قوة، فجاءت قوة الله وجعلتم ضعفاء حقراء أدلة صاغرين لا قيمة لهم. قل إن الأولين والآخرين، لأن تكذيب الرسل جاء على نسق واحد من قبل المكذبين للرسل. قال الله تبارك وتعالى في سورة الطور ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. هل كل من مات يكتب وصية لمن جاء بعده أن يكذب هذا الرسول؟ طبعا لا، لكن هم موصوفون بالطغيان ولهذا جاء ببل، بل هم قوم طاغون. قال الله هنا قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم بعد حصول هذا اليوم المعلوم إنكم أيها الضالون المكذبون، وصفوا بالضلالة وبالتكذيب، ضلوا عن طريق الهدى وألسنتهم نفت ما هو حق، لأنهم عندما ينامون ويستيقظون لم يتخذوا دليلا على البعث من نومهم ويقظتهم، لأن النوم واليقظة دليل البعث، دليل البعث. ما قرأتموها في القرآن الكريم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم. النوم واليقظة دليلان واقعيان على البعث والنشور، النوم واليقظة دليلان حسيان
مش عقليا، حسيان، كل واحد على البعث والنشور تصديقا لقول ربنا وهو الذي يتوفاكم بالليل ينوموكم لا يتوفاكم وفاة نهائية ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى أجل عنده ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عبادي المتصرف في هذه الأشياء المذكورة هنا قال ثم إنكم أيها الضالون عن طريق الهدى لأن أعينكم عمية عن الحق لم تبصروا وآذانكم صمت عن الحق لم تسمعوا وألسنتكم خارصت عن الحق لم تنطق به فصرتم تكذبون كل نبأ جاءكم تقولون ليس هناك خالق وليس هناك بعث ولا جزاء وليس هناك رسالة فعندما حق عليهم ما أنكروا ورأوه بمجرد العين البصيرة قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا قال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أين قولكم في دنياكم وأين اعترافكم في أخراكم لا يبقى إلا النار متواكم بغي ثم إنكم أيها الضالون التائهون في غياهيب الظلمات الذين كانوا لا يهتدون إلى الصواب المكذبون الذين اعتمدوا على الخرافات والأباطيل والأساطير نسبوا الحق إلى الأساطير لكن الأساطير منهم خرجت وإليهم تعود وها هم قد جنوا نفعها فكانوا يصفون القرآن بأساطير الأولين وجعلوا عظيم وماذا حق الآن لأن صورة الواقعة إذا صور سميت بالواقعة صورت الواقع كأنه حي يعيش مع الناس حتى هذه التسمية بالواقعة صورت الواقع واقعا يراه كل راء يعقله كل عاقل يعيشه كل من علم السعادة وسبيلها ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم هذا نبات بالغ الحرارة من أكله اشتد به العطش واحتاج إلى الماء ولكن شدة حرافة هذه الحرارة التي يجدها آكل هذا الطعام هنا لأنهم يعرفونه في الجزيرة العربية موجود هذا النبات ولهذا ذكر في هذه الصورة لأنهم يعرفونه ويعرفون أن الدواب إذا أكلته مرضت لحينها لماذا جاء به؟ للعلم به لأنهم يعرفون الله لا يكلف الإنسان بما لا علم له به لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وإنما صورة الواقعة آخذة بيد كل إنسان على حدة للجميع وتقول له تعال هذا أعرفه هذا أفعله هذا أنا هكذا تأخذ آخذة بيد كل واحد وتطوف به في الحياة وتطوف به في الممات وتطوف به في البعث وتطوف به في النار وتطوف به في الجنة أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم هم لا رغبة لهم في الأكل وإنما
يأكلون هذا مرغمين مرغمين، لا رغبة لهم فيه، وإنما صار طعاما لهم لأنهم رغبوا فيه. من زقوم فمالئون من البطون، إنما لما امتنع عن النطق بلا إله إلا الله أرغم على الأكل من هذا الشجر الذي هو من زقوم. لماذا امتلأ بطنه هذا؟ لأنه فارغا من لا إله إلا الله، وكل من امتلأ بطنه بلا إله إلا الله لا يدخل بطنه هذا. انظروا إلى المقارنة، عندما أفرغ بطنه وصار بطنه فارغا ليس فيه شيء، والقرآن يصور الأشياء كأنها واقع. قال لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، انظروا مما دعوا، لأن التوحيد الذي يثبت خارج. فوصف الله هذه الصدور بأنها فارغة، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، مالهم؟ لأنهم ليس في قلوبهم لا إله إلا الله. ولهذا قال فمالئون منها البطون، امتلاء البطن بهذا اللون من هذا الزقوم بماذا استحقه؟ بإخلاء قلبه من نور كلمة التوحيد والإخلاص التي هي لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا ماذا أورثت هذه، عندما أفرغوا قلوبهم من هذه الكلمة امتلأت قلوبهم بهذا الزقوم. فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم، من الماء الحار، فشاربون شرب الهيم. وإلى حصة آخر إن شاء الله، ونكمل ما بقي من هذه الأوصاف التي أعد الله للمكذبين الضالين الذين حادوا عن سبيلي الحق واتبعوا سبيل الهوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.